الأجواء التي تشير بحميميتها نحو زمن الفن الجميل، أحدث لاندبيطار ولأكثر من ساعتين من الزمن عيد ميلاد السيدة فيروز عبر احتفالية هي 13 التي يقيمها مقهى صباح ومساء بمناسبة ميلاد سيدة الصباح. وجاءت الاحتفالية تحت عنوان غني يا مدينة. رجعت لي هاي الفعالية كتير كتير بتعني لي، قد ما أحكي عنها عن جد بيكون اللي بقلبي أكبر بكتير. أهل اللاذقية كل سنة عن سنة عم يغمروني بمحبتهم. مسؤولية كبيرة إني مثل السيدة فيروز بعيد ميلادها، هاي المسؤولية أنا أخذتها على عاتقي وأهل اللاذقية حملوني إياها. إن شاء الله أكون أقدر لو أوصل لجزء صغير بس من اللي بتقدمه السيدة فيروز أكيد العظيمة. بصمات جديدة أدخلها القائمون على برنامج الاحتفالية، حيث بدأت بسكتشات كوميدية للفنان محمد خير الجراح أدى فيها أغنية نسم علينا الهوى من مفرق الوادي بأصوات عدد من المطربين والفنانين، وذلك عقب عرض فيلم عن السيدة فيروز وتعلق السوريين بها ومحبتها لسوريا. فيروز دائما ارتبطت برسائل السلام، زاد لق فيروز بالحرب اللبنانية وكانت ترسل رسائل المحبة بكل الاتجاهات. فيروز تعني لنا كسوريين يمكن أكثر من أي بلد تاني. هاي الاحتفالية احنا بنعملها من قبل الأزمة، لكن أصرنا على استمرارها لحتى تضل يعني فيروز أيضا هي منارة للسلام والمحبة، نحن كتير بحاجة لها حاليا بهذا الوقت، إضافة لأنه نأكد أنه هذا هو الشعب السوري، يعني هي سوريا، سوريا الثقافة، سوريا الفن، سوريا المحبة وسوريا السلام، وهذا هو الشعب السوري، هي الثقافة اللي نحن تربينا عليها. دائما بتراهن على أنه المستمعين واللي بيسمعوا أغاني أنه هن بيميلوا للألوان اللي بتزتها دائما الفضائيات والأرقعة والطجطجة والجنون والجن والنطوطة اللي بتصير بالأغاني. لا، جمهورنا الحقيقة حلو، ويمكن انتبهتوا اليوم حجم الحشد الموجود بالصالة كتير كبير وحلو، وكلهم فئات شبابية، شباب طلاب جامعة بالعموم بأعمار فتية بيسمعوا هذا اللون الغنائي الثقيل والراقي واللي بنفس الوقت ممتع ولذيذ. ليندا أكيد صوت جميل جدا، صوت سوري أصيل، صوت ملائكي بيخلينا نسافر لدنيا تانية. طبعا هذه المناسبة هي عم تتكرر كل سنة وعم نحتفل بهذا اليوم هون باللاذقية، وهذه فعالية كتير كتير مهمة أكيد بتأكد أنه نحن بلد الفن وبلد الثقافة وبلد الأصالة. الجمهور تفاعل مع الأغاني المقدمة، حيث تمازجت أصواتهم مع حناجر كورال فرقة بيطار التي شدت أجمل ألحان وكلمات جسدتها الحنجرة الفيروزية، لتكون هذه الاحتفالية رسالة عشق من السوريين إلى سفيرة النجوم.